الله، واول بطوله المرتبط خلصت المنطقه. كمان كانت مباراه صعبه مع نادي لوبلس، لود كبير على اللاعبين، لكن النهارده اللعيبه يمكن بتادي من اول دقيقه وفارقين سكور كبير. قول لي النهارده اتكلمت ازاي مع اللعيبه ورؤيتك وتقييمك ايه للمباراه؟ الحمد لله على المكسب، والف مبروك لينا وللبنات ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي. البطوله كانت غايبه بقالها كتير يا كريم. عايز بس اقول للناس ان احنا البطوله دي مش بطوله السنه اللي فاتت، بطوله السنه قبل اللي فاتت اتكملت السنه اللي فاتت. خسرنا البطوله دي من نادي الجزيره بونت على ارضنا. البطوله بقالها كتير غايبه، كنت حريص ان احنا نرجع البطوله دي للنادي الاهلي تاني، وندي يعني زي ما احنا متفقين دي البطوله الثانيه عندنا في الموسم. الحمد لله توفقنا، كنا متحضرين كويس للجيم. لعبنا الجزيره في الدوري، في الدوري كتير، لعبناه في دوري المرتبط مرتين، فالحمد لله احنا كنا محضرين لهم كويس ومتفرجين على الفيديو كويس، مقطعين لهم شغلهم. البنات كانوا مركزين في الاول، كان في هزه شويه في الاول، لكن يعني بسرعه تداركنا الموقف. بدأنا نضغط عليهم من اول الملعب، لعبنا فول كورت بريس من اول الملعب، وبعد كده رجعنا هاف كورت بريس. الحمد لله توفقنا، وكمان جرينا عليهم في الفاست بريك، فده اللي عمل السكور. مش عايز اقول البنات اتدلعوا، ده كالعاده يعني. الجيم كان فتح 20 بونت، بعد كده رجع تاني، عملنا الحمد لله روتيشن على البنات كلها، ومشي الجيم الحمد لله زي ما احنا كنا مرسمين الحمد لله رب العالمين. يقولوا كابتن ايهاب لكل اللاعبات بعد الاداء المميز ده والفتره اللي جايه للاستمرار على الاداء، ومطلوب منهم الكتير لسه، خلاص ده دخل يعني. كابتن خطيب كان بيقول كلام مميز جدا، قال البطولات دخلت في تاريخنا ولسه الفتره اللي جايه هي البطوله. هاخد الكلمه الشهيره بتاع كابتن الخطيب والمسج اللي وصلها لنا في يوم التكريم. النهارده هسيبهم يفرحوا، بس البطوله خلصت خلاص، احنا اتسجلت في التاريخ من دلوقتي حالا، خلاص التاريخ كتب ان النادي الاهلي هو بطل منطقه القاهره. بكره راحه، من بعد بكره احنا بنتحضر خلاص لدوري السوبر، وده الهدف يعني. فربنا يكرم ان شاء الله، واول بطوله المرتبط خلصت، المنطقه خلصت، من بكره خلاص احنا نسينا بطوله المنطقه ان شاء الله، وهنركز في الدوري باذن الله. ربنا يخليك، شكرا، ربنا يخليك يا حبيبي. كل الشكر والتقدير لكابتن ايهاب الالفي اللي مدير